FM. الكلمة ليك. رياضة الفروسية هي الحقيقة عندها أثار كبيرة برشا، أثار تربوية وأثار صحية، وبالممارسة أنا نحكي لك معناها بالممارسة وبالتطبيق. هو أكبر فائدة العلاج خاصة أمراض التوحد هو الحصان، والأمراض الأخرى الإعاقة البدنية. أنا ننصح الأخيين اللي عندهم أبناء معناها عندهم معاقين أنهم يتوجهوا للعلاج بالحصان، يتوجهوا بولادهم باش يمارسوا رياضة الفروسية. عدة فوائد، هي الحقيقة فوائد كبيرة برشا معناها بالتجربة يكتسبها الإنسان بمرور الزمن. الفوائد تنقسم إلى قسمين، فوائد بدنية وفوائد نفسية. تربوية ونفسية. هي في العادة تقريبا نحن مصنفين تقريبا 10 فوائد، معناها تحسن في التوازن وتقوي العضلات بالنسبة للمعاق، التنسيق بين العضلات وتسرع الاستجابة بين التنسيق بين العضلات. معناها الأخوين حتى الأطباء اللي يسمعوا معناها راهو ينجموا ينصحوا المعاقين اللي جوهم باش يمارسوا رياضة الفروسية. قلت لي إذا فما أمثلة اللي كانوا ما ينجموش يتحركوا بالكدا وبداوا يتحركوا. هي العديد من الأمثلة ومجسدينها في صور، ماهيش أمثلة مخلينها كما هي، معناها مجسدينها. عندنا معاقين اللي كان في حالة وصل المعاق ارتاح تقريبا بنسبة 40%. نسبة عالية جدا معناها خاصة أمراض التوحد. يخفف من التشنج، عادة يبدأ المعاق وحتى غير المعاق حتى الصحيح معناها يبدأ متشنج، الفروسية تخفف له التشنج متاعه، تزيد في مجال حركة المفاصل، معناها المفاصل كلها تعب وهك ما تتحركش كلها تتولي تتحرك باهية. الكلمة ليك.